النرويس يعزفاس هو البنسير ديسكينس دي موريينس أذكر مثلا محمد أبا عمران اللي كريستانس غودفونس غالبداية من الستينات اللي غدي السفغ محمد أبا عمران ديسكينس نبوسان يصرح مؤخرا باللي الحاج محمد البنسير انت هذا سيوم صدر الربا فعلا يختصن يتقسيطا انت اكتشفت باللي افوس الحاج محمد البنسير. النقطة السنات هي الشجاعة الشعرية ديال والد بنسير. شكون ما في اختلاف والد بنسير في الرواية صيادنا. الشجاعة الشعرية هو أنه تواجه الجمهور سياد الطريقة أنه حتى لي طابوهات ما يسمى بالطابوهات بلا تذكرات التوايس السنية الأخرى والد بنسير دار الشجاعة الأدبية الشعرية أنه يسولف فيها يتناول المواضيع بطريقة سلسة بطريقة رمزية. مثلا الناسي رجلي اللي ربيت رياض السهرة إن دا إصفاء ربي زود الخنش إصفاء ربي زود الخنش تقول أن شي ربا بفاسن إلا ما بغيت الزنزاني صغر إوي نجد عمري إوي نسي السدود راندي دي فلتن أبا بنسي الندو بايون سيسي الله لماني جنتصن أو أن ديوين يزيم من سايد ديو جاري فرص من أسن السلور ينعي وش الشجاعة الأدبية الإلقاء التناول الموضوعات التي يستوجب حضور شاعر من قامة محمد الدمسيري ماشي أي رئيس نغد أي ملقي نغد فوالا ميتو أنه أيسير الإلقاء. نقطة تسكرت هو الدمسيري السياسي أو المناضل السياسي في زمان كان يتسم سياد الصعوبة التعبير أنه تعبط في الرأي نيش إيش قاد أقودن نخصر كنا نتفكر سميتو الظروف نغاقودن إيه يذكر سي وخزان مشكورا نيات الواقع عن هجوم الميليشيات البوليزاري في طنطان اللي غارو سينما تنزغينا وين غادي يسول في الأسوال بنسير الناس الله أكبر دي سورة اللي تايا يكسب اللي غيك شمو الشمس يدبو يدار سارة يا ربان يزنتي التضغر ربان يتلعب يعني راه ما يمكنش كريا يطنا من غير البنسير أي الناس زود الجمالات تاريخا يصعب يطن نقطة يطنا بنسيري القريب من نبض الشارع البنسيري نا غير رياض تقسيط نيا الراديو ما شطر زنطا وكسور النغا او خوقا تخربق ورون سحليا ما خايل غير كثر غير الرمز للراديو سيتادير هي لو بورت بارول المدن ني مازيغ نغا كودان نيا الراديو ما شطر زنطا وكسور النغا او خوقا تخربق ورون سحليا. اخر نقطه اللي تسامح الانفتاح على المحيط